أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية ما تعكسه استضافة مصر لقمة الكوماسا من نتائج وحرص الدولة على تفعيل العلاقات مع الأشقاء الأفارقة بما يخدم أهداف السلم والتنمية. وخلال اجتماع الحكومة سلط مدبولي الضوء على أهمية مشروع الضبعة كونه يكرس دخول مصر عصرا جديدا نحو بدء تحقيق الحلم النووي المصري، كما يساهم في تفعيل استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء كأحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة. استعرض وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً، وعرض عبد الغفار مقترحاً تمت الموافقة عليه لتعزيز المناعة ضد الفيروس باستخدام الجرعة الثالثة المعززة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى ممن يعانون من نقص المناعة الأولية وكبار السن والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي. استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وقالت إن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% متوقعة أن يواصل ارتفاع معدل النمو السريع ليتراوح بين 5.5% و 5.7% بنهاية العام المالي الجاري. كما أشارت إلى احتياطات تواصل ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر 16 على التوالي ليصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي. أعلنت وزارة الصحة فحص 6 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية. يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة إحاطة بشأن الوضع في ليبيا، ومن المقرر أن يقوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بتقديم لمحة عامة عن الاستعدادات للانتخابات المقبلة في البلاد والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم عملية السلام. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي انتهاء محافظة الأقصر من الاستعدادات اللازمة لاحتفالية إحياء طريق الكباش على أكمل وجه، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل منذ منتصف أغسطس الماضي. جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته اليوم للأقصر لمتابعة اللمسات النهائية لاحتفالية طريق الكباش بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.